لعل اليوم في حفلي لا أقول، لا أريد أن أقول وداع، ولكن في حفلي نعتذر من خلاله لأخينا وزميلنا السيد حسن الباب المجهودات التي قدمها خدمة لهذه الولاية. أقل ما أقول باعتراف في المدة التي قضيناها معا وهي تفوق السعادة. تسليم واستناد المهام بين اطارين من اطارات جد ممنون لسلطة بلدية ومنحية لخدمة بلدي وبلدي من هذا الموقع، وأتمنى أنني أديت واجبي على أحسن وجه. ولاية الأرضية ولاية تاريخية، ولاية مهمة بالنسبة للجزائر، تستحق كل الاهتمام من طرف المسؤولين للتكفل بانشغالات الساكنين. وفي هذا الإطار لقد قمت واشتغلت بمعية سيد الوالي، قمنا بتذليل العديد من العقبات والتكفل بالكثير والكثير والكثير من انشغالات المواطنين، من بينها العقارية، من بينها ما لها علاقة بالتنمية، مشاريع تنموية إلى غير ذلك. والآن أنا أغادر هذه الولاية وأنا جد مستريح على المهام والأعمال التي قمت بها هنا بمساعدة طبعا ساكنة هذه الولاية العامرة، وبمساعدة كل الإطارات والمسؤولين الموجودين على هذا المستوى. إذن مرة ثانية أشكر الجميع على وقوفهم بجانبنا لتحقيق ما رامه شهداء هذا البلد وما سقوا هذا البلد بدمائهم الزكية. المجد لخلود شهداء الأبرار. السلام عليكم ورحمة الله. نشكر ساكنة الولاية على استضافتهم لنا، وإحنا في الولاية على كل حال كل جد وكل بروح يعني تاع عمل، إن شاء الله يعني أن أكون عند حسن ظن السيد والي ولاية غداية الذي استضافنا، وعند حسن ظن سكان ولاية غداية، إن شاء الله يعني نبذل كل الجهود لمواصلة العمل الذي قام به زميلي، نوصل كل ما يخص مجال التنمية، فيما يخص مجال الشؤون الاجتماعية وكل المجالات التي تخص هذه الولاية. وشكرا. برعاية إيمو براو، كاع نبراو.